ايه البرشام اللي عندك؟ انطقي. ما عنديش برشام. امال ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ بعد عنك دواء للقلب يا باشا، بعد عنك دواء. سيبك من كلام الفارغ ده، في حاجه اسمها معمل وحاجه اسمها تحاليل. خليك حلو يا باشا، ده انا قربت اخلص مدتي، حرام عليك تدبسني في 10 سنين، هو ما فيش انسانيه يا ابوالي. في حاجه اسمها قانون. طب بعد حضرتك، بعد اذن حضرتك 5 دقايق بس، على انفراد الاولاد. ايه كلمه سر ولا لا يا باشا؟ بس بعد اذن حضرتك والنبي، بعد اذن حضرتك. خليك وانتوا هنا. نعم. بقول لحضرتك ايه؟ سيبك شويتين كده من الكلام بتاع القانون ده وخليك معايا. انت في ايدك تفقدني وانا في ايدي اسعدك. قلت ايه؟ حد كان قالك عليا قبل كده اني باخد رشوة؟ لا، بس ما سمعتش عن واحد يرفض ارنب مقفول مليون جنيه. بس البرشام اللي ظبطته حضرتك دلوقتي ده يتبدل بسبرين وتبعته للتحليل براحتك وتعمل محضر برضو كأنك في السليم. قلت ايه؟ كده؟ طب والارنب؟ هعمل تليفون زغنون من مكتب حضرتك، وبعد ساعة زمن واحدة بس اتصل بالبيت عند حضرتك، هتلاقي الأرنب وصل في التقفيصة. تقفيصة؟ مش أنا اللي أعمل كده يا أمي الطايلة. يا بس كان الله الله، جرى إيه يا باشا متروق؟ تعالوا عشان تشهدوا معايا في المحضر. برشام ده ظبطناه عند المتهمة، والمتهمة لسه عارضة عليا دلوقتي مليون جنيه رشوة. اطلبوا لي رئيس النيابة دلوقتي حالا. حاضر يا باشا. كده برضو يا باشا. تمام يا باشا. تمام قوي يا سعادة الباشا. يلا بلاش. اقف عندك يا رزق. للاسف شديد لازم حالة بتر فورا، بلوني امبوتيشن. بتر تحت الركبة. ارتري.
مش عارف يا دكتور، حاسس في زي رعشه كهربا كده. لا، اول ما تلبس الجهاز وتستعمل الجهاز كل ده هيروح ان شاء الله. ربنا سهل ان شاء الله. يلا بطل ننزل كده، بطل مع بعض ننزل مع بعض. لما اتقفشنا لبسني خلع فريره. مدام راويه، الا قولي لي ايه حكايتك؟ راجل برضه؟ ايوه راجل، بس مش اي راجل.